تشرفت وكانت زيارة للمعرض الجميل هذا اللي فيه تصاميم المصمم السعودي قاسم القاسم، وتمنياتي إن شاء الله له التوفيق من نجاح وتألق إلى نجاح وتألق إن شاء الله إلين ما يوصل يصير مصمم عالمي. التصاميم لفتني فيها الألوان الباردة الجميلة اللي تقدر تناسب تقريبا كل الطبقات وكل الأعمار. إن شاء الله يا رب قريبا راح ألبس من عنده إن شاء الله بإذن الله، وكان حضور جدا راقي وجميل. مبروك، كان حضور جدا راقي وجميل لانه ابهرني بتصاميمهم. احب اهنيهم وبارك لهم. والاقمشه، مزيج الاقمشه كثير دقيقه، ويا رب يكون ان شاء الله فتحة خير. اتمنى لها النجاح. Yesterday my life was filled with rain, sunny. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you.